صباح الجمال، صباح التألق والإبداع. أصحبكم أنا ولاء الحاج أحمد بجولة صحفية صباحية في عدد اليوم من مجلة العاشر الأسبوعية، لندخل الحلم قبل أن تتوقف عقارب الساعة. فدخلنا مع جهاد مناصرة حلمه، لكن في كينونته مشى بكبرياء مداد رغم يمين الفراق. فحل عليه ضيفا عصام، فكان نجم اللقاء تباغتهم بشغف سميرة. هكذا مرت بها مرور الكرام، لسان حال جل نار يقول. ربما ذات شوك تلتها ماريا، وجلس في العرش ينتظرها أحمد وبيكفي. فغنت له لحن الرحيل إريم علي، وكان لهيثم حسن رحلة عتاب من ابنة لأبيها. لكن عزيزة تقترب وتسأل، فترد يسرى: كيف تعرفين أنه بصدق يحبك؟ فيرد قصي: حسن فعل المستحيل. لكن ولاء لها ظن آخر، فتقول: قد تظن بنفسك فتجد سوسا كنت أبحث عنك. فتنساه أم لا؟ تقول ليلى: كيف أنت تسأل نبض حنين؟ فيرد هاني: لم لميني، أما أمل تتمنى أن تصلب. وفي ذات مساء كانت بسمة: ما أصعب أن ترى نفسك مكبلا، يقول أحمد أبو أحمد. فكنت الأخير لعصام ذنون لتزرعه في قلبها يا سمين الساحل، وتختلس رائحته ميرال، وتكتب هيام لا تخافي. لكن نور تحاسب زهرة السبار، وتلمح طيفه عايدة، لكن انتظرها طويلا الباشق. زينة تميل لسكون القمر، فيلود تبتعد لفترة وترجع بشوق، ليندا في ليلة موحشة، لكن هذه الليلة تشدو إيمان، ويجيبها شوق لافندر. فترد خليدة: كنت قد قررت، وخواطر ليلها لملكة القيصر. فقال لها: تعالي لابتسام. وكم هو جميل سعد، ليسأل صفوة لم تعد كالماضي ميرال. وعلى النافذة كان إياد، والغائب يمر بقلب محمود، فتخبره نادرة ووحده جليل الشمري وكبرياء رجاء بقدر فاطمة الحلبي. وكم هي متعبة ريناس وحرفها، فترد سحر فرحان: نعم لأيامك. ويهمس ماجد: أحبك. وتغلق قلبها حلما. هذا ما يحدث الآن، وما ستقرؤونه بمجلتكم إضافة لمواضيع أخرى. شكرا لحسن متابعتكم، انتظرونا في العدد القادم بإذن الله. عرش القياصرة، سحر وللأدب عنوان. مع تحيات رئيس التحرير جهاد مناصرة، وكاتب السطور ومصمم المجلة سيف الأمير. والتحيات مني أنا، فكرة وتقديم ولاء الحاج أحمد.